يا لهذه الليلة، يا لجمالك أيها البدر، يا لهذه الساعة. أريد أن أعترف بسر، فمن جعلتني حائرا في غرفتي فتاة من اسمها قد أحببت كتابة الشعر. يا إلهي، قد ضاعت مني أفكاري، كيف لي أن أكتب قصيدتي الآن؟ كيف لي أن أصف من بجمالها قد فاقت حورية البحر؟ ألهمني يا ربي، ألهمني يا ربي بوحي من عندك، فقلمي يصرخ يناجي يبكي، يريد أن يترجم اسمها بلغته، يريد أن يغازلها في هذا الفجر، فاسمها يثير حواس سامعه ويصبح بسماعه عاليا عن البر. فأوله لام، وهو لون الطبيعة في عيناك، يا من وجهك أجمل من الزهر. وثانيه ميم، وهي مواويل أطربت بها العالم عندما تكلمت وجعلتهم يرقصون على لحن الوتر. وثالثه ياء، وهي ياقوتة أنت من بين ملايين النساء، وجمالك قد طغى على جمال البدر. وختموا بسين فقال سارقة العقول، مالكة القلوب، ساحرة النفوس، واسعة النظر. هذه هي يا صديقي، هذه من أضاعت من جعبتي لغة الشعر. أو تدري أيها البدر، لقد اعترفت بشعري أنها أجمل منك حتى في ليلة الرابعة عشر. فقل لي إن كنت تعارضني، أهناك فتاة أجمل منها؟ أهناك اسم أجمل من اسمها؟ لميس، يا من أثرت بجمال اسمك أمواج البحر. لقد كتبت هذه القصيدة وأنا أناجي الله أن يلهمني كتابة بيتا لك في هذا الوقت في الفجر، وأشكرك يا خالقي على وحيك لي، فقد أنهيت ما يزيد عن 20 سطر، قد جمعت بداخلهم أبياتا تبين لها ما حقيقة اسمها، تبين لها جمال حروفها. وبهذه الكلمات أختم ما كتبته لفتاة فاقت المعقول بجمال اسمها على مدى الدهر.